السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا أحلى متابعين قناة منمون فاشون. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا دايما بخير، كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله النهاردة هنشتغل مع بعض فيديو جديد من قناتكم منمون فاشون لشغل الكروشيه والهاند ميد. ان شاء الله النهاردة هيبقى مشروعنا لذيذ كده وجميل. هنشتغل بالكروشيه اكسسوارات لطيفة قوي قوي هتعجبكم. اطقم ايه عاملينها مع بعض حلق بالاسوارة بتاعته، اشكال مختلفة من الورود والفروع الشجر بتاعتها برضو، طبعا كلها مشغولة بأحجام صغيرة جدا جدا عشان تنفع طبعا ان هو يبقى حلق او يبقى اسورة. تمام. او عندك هو شكل الوردة دي، عاملها ميكسينج كده بين الاصفر والموف، وحطيت له الدلية اللي هي بتبقى من فوق كده مش بريمة. وفي برضو عندي النوع التاني ده الوردة البيضة اللي ليها فرع الشجر بتاعها، طبعا عاملة برضو بمقاسات صغنونة قوي. طبعا ده بيعتمد على نوع الخيط، ان هو بيبقى رفيع وبيبقى مقاس الابرة صغير برضو قوي عشان تطلع لي الوردات بالحجم الصغير ده واقدر استخدمها في الاكسسوارات المختلفة. تمام. فانا عندي هنا عملت الوردة دي وعملت فرع الشجر بتاعها وعمل لها برضو اسورة، ومستخدمة هنا خيط المكرمية الفرنسي اللي بيدي لمع كده شوية، برضو خيط رفيع وجميل وبيطلع مقاساته صغيرة مع الابر الصغيرة. وعملت الوردة البيضة من خيط القطن اللي هو الاليز زيفا اللي انا متعودة اشتغل بيه، اللي هي المشغولات الصيفية. تمام. طبعا هتبقى ملمسها على الجلد بيبقى لطيف يعني، وبتبقى خفيفة ما بتبقاش خشنة ولا حاجة، لانها اقطان، بتعتبر اقطان. تمام كده. وبيبقى تغيير شوية في نوع الاكسسوارات يعني. يا رب يعجبكم ان شاء الله الفيديو، يكون فيديو جديد كده ولذيذ. ودي طبعا انواع الابر اللي انا بشتغل بيها، ابرة رقم 1 وابرة 0 وابرة رقم 5 هي اللي انا هشتغل بيها، لان هي ارفع حاجة وهي اللي هتديني المقاس الصغير اللي انا عايزة ده. فانا هعرفكم النهاردة ازاي هنعمل الوردة بالمقاس الصغنن قوي قوي ده. تمام. وازاي تقدري تطلعيها بمقاس الابرة رقم 5 او 1 او 0 وبخيط اليز ديفا التركي الرفيع جدا، لان في بلس سميك شوية، انا مستخدمة الخيط الرفيع ده، خيط مكرمية فرنسي انا عاملة بيه الاسورة. هبقى اعرفها لكم ان شاء الله برضو فيديو تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو زي ما اتفقنا. تمام. يا رب الشغل يعجبكم النهاردة. او اول حاجة هبدأ معاكم الدايرة السحرية بتاعتي، طبعا عرفناها بنعملها ازاي اهي. وبعد كده هبدأ اثبت على طول غرزة التثبيت واطلع بالتلاتة سلسلة. تمام كده. وهلف لفتين على الابرة عشان هستخدم العمود بلفتين، هاخد تلاتة عمود بلفتين اهو، بطلع من اتنين من اتنين من اتنين، بطلع منه مرتين. تمام. عايزة تكبري البتلة، بدل ما هعمل تلاتة عمود تعملي اربعة تعملي خمسة، البتلة تكبر معاكي والوردة تكبر معاكي، بس انا عشان عايزها صغيرة هعمل تلاتة سلسلة وانزل تلاتة عمود بلفتين واقفل على البتلة تاني بتلاتة سلسلة. تمام كده. هي دي البتلة اللي انا استخدمتها في الوردة الصغيرة دي، هو ده عدد العواميد اللي انا استخدمته. بمشي كده على الدايرة السحرية بتاعتي دي، بعمل خمس بتلات. تمام.
وانا بشتغل بقى في الشغل بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، ببقى حاكمه الشغل معايا او شادة الخيط علشان البدله والورده تبقى محكمه وطالعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم تشدي ايدك وتشدي على الثلاث عواميد اللي هم بيمثلوا بدله واحده، بتقفلي عليها بالثلاثه سلسله وبتشدي الشغل علشان الشغل بتاعك يبقى محكم والورده تطلع ماسكه نفسها ومحكمه كده في الشغل بتاعها، تمام كده. وخصوصا ان احنا بنشتغل بابر رفيعه، هتشد معايا الشغل والخيط وهتخلي الورده طالعه متماسكه وشكلها جميل زي ما انتم شايفينها كده، تمام. هي دي طريقه شغل الوردات الصغيره زي ما انا قلت لكم كده، بتعتمد على نوع الخيط وسمكه ونوع الابره اللي بتشتغلي بيها، تمام. انا كده هو خلصت الخمس بدلات، تمام كده، وهقص الخيط بتاعي وانضف بقى الخيط من ورا الورده عشان شغلنا طبعا لازم يبقى الفينيش بتاعه نضيف وحلو زي ما تعودنا دايما في المشغولات بتاعتنا. اهو انا بقى بعمل غرزه التثبيت كده بايدي، وبعد كده باخد الخيط من تحت الغرز بشده، وبعد كده بقص الزيادات بقى، انا مش محتاجاها في حاجه. هستخدم للوردتين اللي انا عملتهم دول هنستخدمه كحلق بالبريمه، هستخدم له بريمه علشان يبقى حلق على قد الودن كده، مش هيبقى بدلايه. طبعا البريمه والحاجات دي انا بستخدمها من الحلقان اللي هي بتتباع، اللي هي الحلقان اللي بتبقى في باكت كده مع بعضه، حلقان بفص صغنن كده اللي انا حطيته دوت، وبحطه ورا البريمه. او في بقى الاكسسوارات دي بتتباع، بريمات ودلايات، بتشتريها طبعا من عند الناس اللي هي بتبيع الخيوط والاكسسوارات بتاعه الخياطه، هتشتري من عندهم انواع الدلايات اللي انت عايزاها، فضي، ذهبي، بريمات، لو حابه تشتغل الاكسسوارات بالايه، بالكروشيه. فالحاجات دي كلها الاكسسوارات دي بتتباع يعني عند بتوع الخيوط وكده. فانا استخدمت هنا البريمه، يعني جبت حلق كده صغير ليه فص كده استرس كده اللي هو الفضي اللي بيلمع ده، واستخدمته حطيته في وسط الورده كده، وبقت الحلق بتاعي هنا ببريمه مش بدلايه. بس بتشتغلي بقى على حسب ما انت عايزه، الالوان اللي انت عايزاها، الاحجام اللي انت عايزاها، عايزه الورده اكبر من كده، عايزه الشكل اللي انا عاملاه بالفرع الاخضر بتاعه، الورده بالفرع بتاعها شكله لذيذ قوي في اللبس برضو وجميل. يا رب يكون الشغل عجبكم النهارده، يكون الفيديو عجبكم، يكون خفيف على قلوبكم ولذيذ كده زيكم. ميرسي قوي قوي لحسن الاستماع، متنسونيش بقى لايك سبسكرايب، تفعلوا الجرس ليصلكم مني كل جديد، واشوفكم ان شاء الله فيديوهات جميله ولذيذه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.